السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا في الفصل التاسع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وما زلنا في خوارزميات استبدال الصفحات، والتي مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقة تحصل عندما يكون هناك طلب من قبل المعالج لصفحة أو فريم غير موجود في الذاكرة الرئيسية، فنضطر إلى وتكون الذاكرة الرئيسية مملوءة، فنضطر إلى استبدال واحدة من الصفحات الموجودة في الذاكرة الرئيسية وإرجاعها يعني إلى الباكينج ستور وجلب الصفحة المطلوبة من الهارد ديسك إلى الرام لإكمال العملية. بعد ما شرحنا الخوارزميات الأساسية واشتقاقاتها، وصلنا إلى ما تسمى بالكاونتينج ألغوريثمز، والتي هي الخوارزميات التي تعتمد على حساب عدد المرات التي يطلب فيها المعالج صفحة معينة، بحيث أنه كل صفحة يجب أن يكون هناك كاونتر أو عداد خاص بها لعدد المرات التي يرجع المعالج فيها إلى هذه الصفحة. وطبعا هذه الخوارزميات هي غير شائعة في نظم التشغيل المعروفة، يعني سواء كانت لينكس أو اليونكس أو ويندوز أو سولاريز أو غيرها، إلا أنه هي موجودة وتم يعني اقتراحها من قبل الكثير من الباحثين. الخوارزمية الأولى تعتمد على ما يسمى بالليست فريكوينتلي يوزد ألغوريثم، اللي هي خوارزمية الأقل يعني الأقل استخداما، بحيث أنه تقوم باستبدال الصفحة ذات العداد الأقل، يعني إذا كان هناك ذاكرة رام مملوءة في لحظة من اللحظات وكان هناك كاونتر يعني خاص بكل واحدة من الصفحات الموجودة في الرام يعني في تلك اللحظة، واحتجنا إلى عملية الاستبدال اللي هي البيج ريبليسمنت، فسنقوم باستبدال الصفحة التي تمتلك الكاونت الأقل، لأنه بشكل طبيعي معناتها المعالج لم يحتاجها إلى مدة يعني أكثر من الصفحات البقية، لأنه تم احتياجها والرجوع إليها أقل من البقية، فبالتالي يتم استبدالها. الخوارزمية الأخرى اللي هي الموست فريكوينتلي يوزد ألغوريثم، والتي هي استبدال خوارزمية الاستبدال للصفحات الأكثر استخداما، هذا طبعا بالعكس، يعني هنا تستند إلى فتح حقيقة معينة اللي هي الأرجومنت أو يعني النقاش في هذه الحالة يكون بأنه الصفحة ذات العداد الأقل هي الصفحة التي وصلت توا إلى المعالج أو وصلت توا إلى الذاكرة الرئيسية، وبالتالي هي لم يتم استخدامها بعد. So it has yet to be used، فهي سيتم استخدامها أكثر في المستقبل، لأنه هي يعني نفترض أنه هي طبعا هذه كلها اعتماد على فرضيات معينة يتم ملاحظتها من خلال القيام بالكثير من التجارب والوصول إلى هذه الخوارزميات. فهنا نستبدل الخوارزمية ذات العداد الأقل، وهنا نستبدل الخوارزمية ذات العداد الأكبر، لأن الخوارزمية ذات العداد الأقل نفترض بأنه هي وصلت للتو وسيتم استخدامها بشكل أكبر في المستقبل. أيضا هناك عندنا ما يسمى بالبيج بافرينج ألغوريثمز، اللي هي خوارزميات الخزن المؤقت للصفحات. دائما نحافظ على ما يسمى بالبول اللي هو حوض للفريمات الفارغة حتى إذا لم نحتاجها في فترة من الفترات، وبعد ذلك إذا وفرنا هذا الفريم الفارغ فعندما نحتاجه سنقوم يعني استبدال الصفحات في داخله إذا لم نجد الصفحة المطلوبة في حالة البيج فولت أو في لحظة حصول البيج فولت. طبعا نقوم بقراءة الصفحة إلى هذا البيج الفارغ أو الفريم الفارغ، وبعد ذلك نختار فد فيكتم، يعني أيضا نختار فريم آخر حتى إذا كان هناك يعني فريم فارغ في اللحظة الحالية، وقمنا باستبدال الصفحة ووضعها في داخل يعني بدل هذا الفريم الفارغ. مباشرة في نفس اللحظة نقوم باختيار فد فيكتم أو فريم ثاني، ونقوم بإضافته إلى الفري فريم أو الفري بول اللي هو حوض الفريمات الفارغة. فبالتالي يعني أنه هذه دائما تكون كإجراء احترازي، لا ننتظر إلى لحظة حصول البيج فولت لكي نقوم بعملية البيج ريبليسمنت، وإنما نقوم بعملية البيج أو يعني تفريغ فريم فارغ يعني جاهز للاستخدام لاحقا متى ما كان هناك وقت لذلك. يعني والكونفينينت إيفكت أفيكتم، يعني عندما يكون الحالة مناسبة، عندما يكون هناك لود أقل على المعالج، مباشرة نختار فد فيكتم فريم ونقوم بإفراغه طبعا بالطرق المتبعة سابقا. Possibly keep list of modified pages، هنا طبعا يجب أن نقوم بالمحافظة على فد قائمة للصفحات التي تم تعديلها وتم يعني التلاعب بها أو تعديلها من قبل المعالج. When backing store otherwise idle write pages there and set a non-dirty bit، بحيث أنه أيضا يعني لا ننتظر إلى حد لحظة احتياجنا إلى استبدال هذه الصفحة التي هي معدلة أصلا لكي نقوم بكتابتها مرة أخرى إلى الباكينج ستور، وإنما عندما يكون الباكينج ستور في أي لحظة من اللحظات هو آيدل يعني عاطل وليس هناك عمليات ريدنج أو رايتنج من الهارد، مباشرة نقوم بكتابة هذه الصفحات إلى الباكينج ستور، ثم نقوم بتعديل الديرتي بيت الخاص بها بحيث نجعلها نون ديرتي، أي أنه الموديفيكيشنز أو التعديلات التي حصلت على هذه الصفحة تم بالأصل يعني already تم كتابتها وإرجاعها أو يعني نسخ نسخة منها إلى الهارد ديسك. Possibly keep free frame contents intact and note what is it in them، يعني أيضا هنا يكون يعني من المحتمل أنه هذه الخوارزميات تقوم دائما بالمحافظة أو يعني صيانة أو المحافظة على محتويات هذه الفري فريمز،
ومحافظ يعني ملاحظة ما الذي يوجد في داخلها، بحيث أنه إذا أردنا الرجوع لها مرة أخرى قبل أن نقوم بإعادة استخدامها no need to load the contents again from the disk، بحيث أنه إذا هذا البيج اللي ذكرناه سابقا الذي هو كان modified وقمنا في لحظة من اللحظات بنسخه مرة أخرى للهارد، نقوم يعني دائما نقوم بمعرفة ما الذي يوجد في داخله، بحيث أنه إذا قام المعالج بالرجوع له مرة أخرى قبل أن يتم إعادة استخدامه فلا حاجة إلى إعادة تحميل المحتويات مرة أخرى من الهارد ديسك. Generally useful to replace plenty of wrong victim frames selected. هذه الحالة طبعا تكون مفيدة فقط يعني في حالة أنه تقلل لنا البينالتي اللي هو الأضرار أو التأخير الزمني إذا كان هناك victim يعني wrong victim frame selected. إذا اخترنا victim خاطئ وقمنا باستبداله بهذه الحالة، إذا كنا أصلاً إحنا حافظين المحتويات الموجودة في هذه الفريم أو هذا البيج في هذه اللحظة، فلن نحتاج إلى قراءتها مرة أخرى من الهارد ديسك. الابليكيشنز اند بيج ريبليسمنت، طبعاً هنا مثل ما ذكرنا البيج ريبليسمنت اللي هو استبدال الصفحات له علاقة كبيرة جداً بالابليكيشنز التطبيقات، لأنه كل واحد من هذه التطبيقات راح يكون هو يتكون من مجموعة من الصفحات، فبالتالي استبدال صفحة من الصفحات من ابليكيشن معين راح يؤثر على أداء الابليكيشن ككل أو التطبيق. كل هذه الخوارزميات تفترض بأنه المعالج سيقوم بتخمين الفيوتشر بيج اكسس. هنا المعالج نظام التشغيل هو الذي سيكون مسؤولا عن تخمين الوصول المستقبلي للصفحات، فبالتالي سام ابلكيشنز هاف بيتر نوليدج، يعني بعض التطبيقات لها قدره اكبر يعني او معرفه اكبر لمعرفه ما هي الصفحات التي سيتم الوصول لها، ويستطيع المعالج يعني بسهوله معرفه ما هي الصفحات التي سنحتاجها في المستقبل مثل الداتابيس، لانه عاده الداتابيس يكون الوصول لها سيكونشلي يعني متسلسل، اذا وصلنا الى فد في يعني فيلد معين او رو او تيبل معين فنعرف احنا يعني نستطيع تخمين ما الذي سنحتاجه في المستقبل، فبالتالي تكون وظيفه المعالج اسهل في معرفه ما الذي سيحتاجه في المستقبل. بعض التطبيقات الاخرى اللي هي من نوع الميموري انتنسيف التي هي يعني شديده الاستهلاك للذاكره كان كوز دبل بفرنج، بعض الاحيان قد تسبب الدبل بفرنج اللي هو الخزن المؤقت يعني المضاعف للصفحات المعينه، بحيث انه المعالج يقوم بحفظ نسخه من الصفحه في الذاكره في بفر خاص باجهزه الادخال والاخراج، وفي نفس الوقت التطبيق يقوم بحفظ نسخه ثانيه من هذه الصفحه نفسها في الذاكره لاستخدامه الخاص، فبالتالي لاحظ انه نفس التطبيق يكون الصفحه الواحده مخزونه مرتين في الذاكره، وبالتالي هذا الشيء يعتبر يعني استهلاك مضاعف للذاكره ويعني waste of memory. الاوبريتنج سيستم كان بي جيفن دايركت اكسس تو ذا ديسك، هنا ايضا في بعض نظم التشغيل يكون هناك وصول مباشر الى الديسك اللي هو الهارد ديسك مثل ما ذكرنا اللي هو الباكينج ستور، فبالتالي راح يعني getting out of the way of the applications، بحيث انه لن يكون هناك يعني تداخل ما بين عمل نظام التشغيل وبين التطبيقات. هنا الرو ديسك مود، يعني هذا هو المود او نمط الرو ديسك، هو هذا الذي يكون في داخل يعني عندما يتم تفعيله يكون هناك وصول معالج من الوصول يعني مباشر من نظام التشغيل الى الديسك سبيس. الباي باسنج بافرنج لوكينج الى اخره، طبعا هذه ايضا يعني الرو سبيس مود يوفر لنا الباي باسنج بافرنج اند لوكينج وغيرها من المميزات الاخرى. الالوكيشن اوف فريمز، هنا ايضا واحده من المشاكل اللي تواجهنا في اداره الذاكره الرئيسيه هو تخصيص الفريمات للتطبيقات. كل بروسيس او كل تطبيق او كل عمليه تحتاج الى حد ادنى من الفريمات التي يجب تخصيصها لها. مثلا بالمعالجات الاي بي ام 370 هناك 6 بيجز تو هاندل ذا اس اس مود انستراكشن، على الاقل يجب ان يكون هناك 6 صفحات يتم تخصيصها لهذه البروسيس اللي هي الاس اس موف اللي هو عباره عن عمليه موف لسترنج معين في داخل الذاكره. هنا نحتاج على الاقل 6 بيجز، ال 6 بيجز هذه يتم تقسيمها كالاتي: 2 منها راح تكون للإعاز نفسه، واثنين منها تو ذا فروم، واثنين منها الى تو، يعني انه عمليه الموف هي عباره عن عمليه نقل فد محتويات معينه من مكان معين الى مكان اخر، المكان الذي ننقل منه نسميه الفروم اللي هو يعني المصدر سورس، والمكان الذي ننقل له نسميه تو يعني الى هذا المكان، يعني فروم ذيس بليس تو ذيس بليس الى هذا المكان الثاني، فكل واحد من هذه الاماكن هذا يعني الإعاز نفسه يحتاج تو بيجز، والموقع الذاكره الاصلي يحتاج تو بيجز، وموقع الذاكره النهائي الديستنيشن يحتاج ايضا تو بيجز. الماكسيمم يعني المينيمم طبعا هذا هو اقل عدد من الفريمات التي يتم تخصيصها لكل بروسيس، الماكسيمم اللي هو اكبر عدد من الفريمات اللي هو طبعا التوتال فريمز ان ذا سيستم اللي هو العدد الكلي للفريمات في النظام او في يعني الرام الراندوم اكسس ميموري. طبعا هناك طريقتين رئيسيتان لتخصيص الفريمات الى العمليات، الاولى نسميها الفيكست الوكيشن، الثانيه نسميها البرايورتي الوكيشن. الاولى طبعا اللي هو التخصيص الثابت، والثانيه هي التخصيص الذي يعتمد على الاولويه. هناك طبعا الكثير من التعديلات او التغيرات على هذه الخوارزميات.
الحالة الأولى اللي هي الفيكست الوكيشن، أنه أيضا تنقسم إلى قسمين اللي هو الإيكوال الوكيشن والبروبورشنال الوكيشن. أما أنه نقوم بتخصيص عدد محدد ثابت ومتساوي من الفريمز لكل البروسيسز مهما كانت يعني حجمها أو أولويتها، أو نقوم بالتخصيص النسبي اللي هو يعتمد على حجم البروسيس، نخصص لها البيجز أو الفريمز الخاصة بها اعتمادا على حجمها نسبة على حجم بقية الفريمات أو البروسيسز. كمثال هنا بالنسبة للتخصيص المتساوي، إذا كان لدينا 100 فريم بعد أن نقوم بتخصيص جزء منهم يعني إلى المعالج، بقيت نفترض أنه بقيت لدينا 100 فريم وكانت لدينا 5 عمليات، بحيث فهنا كل عملية راح تحصل على 20 فريم. يعني مجرد أنه نقوم بتقسيم 100 فريم، العدد الكلي للفريمات يقسم على عدد البروسيسز العمليات، وبالتالي كل واحدة منهم تحصل على 20 فريم. keep some as free frames pool buffer pool. نحن طبعا يعني اغلب الاحيان نحتاج انه نقوم بالابقاء بعض الفريمات فارغه لغرض البفر بول اللي هو يعني حوض الخزن المؤقت اللي تحدثنا عنه قبل قليل. الطريقه الثانيه اللي هي البروبورشنال الوكيشن اللي هو التخصيص النسبي. هنا نقوم بتخصيص عدد من الفريمات يتناسب مع حجم البروسيس، وطبعا هذا راح يكون هو دايناميك يعني ديناميكي ومتغير مع الديجري اوف مالتي بروجرامينج اللي هو عدد البرامج الموجوده في الذاكره والتي يتم العمل عليها في الوقت الواحد، وكذلك البروسيس سايزز تشينجز، وكذلك تغير حجم العمليات. هنا أنا طبعا في عمليه حساب بسيطه يعني كمثال بسيط، اذا كان لدينا الاس اي تمثل هو حجم البروسيس بي اي، والاس كابيتال اللي هي تمثل السميشن اللي هو مجموع احجام العمليات كلها، والام اللي هو توتال نمبر اوف فريمز اللي هو العدد الكلي للفريمات الموجوده في الذاكره الرئيسيه. الاي اي هنا اللي هو المساحه او العدد الفريمز المخصصه للبروسيس بي اي راح يكون هو حجم البروسيس بي اي مقسوما على الحجم الكلي للبروسيسز كلها مضروبا في عدد الفريمات. هنا كمثال اذا كان لدينا مثلا عدد الفريمات هو 64، البروسيس الاولى كان حجمها 10 والبروسيس الثانيه كان حجمها 127. طبعا هنا يعني اقصد بها يعني ال 10 صفحات او 10 فريمات، وهنا ايضا 127. فهنا عدد البروسيسز او عدد البيجز اللي راح يتم تخصيصها للعمليه الاولى راح يكون هو حجمها مقسوما على الحجم الكلي مضروبا في عدد الفريمز. هنا طبعا تلاحظ بانه عدد الفريمز الكلي هو 64، ولكنه استخدمنا هنا في القانون 62 لانه اتبعنا هذه الطريقه اللي هو قمنا به يعني ابقاء بعض منها فارغه لعمليات الخزن المؤقت. فهنا اذا قمنا بهذه العمليه راح نلاحظ بانه العمليه الاولى راح نخصص لها 4 فريمز اونلي. العمليه الثانيه ايضا اذا 127 تقسيم 137 مضروبه في 62 راح يكون عندنا 57. فتلاحظ بانه لو اتبعنا الطريقه الاولى فبما انه عندنا عمليتين وهناك 64 فريم راح كل واحده منها تحصل 32 اللي هو التخصيص الثابت المتساوي. اما اذا استخدمنا التخصيص النسبي الذي هو يعتمد على حجم العمليه، فنلاحظ بانه العمليه الاولى صغيره جدا حصلت 4 فريمات فقط، والعمليه الاخرى اللي هي اكبر منها بكثير حصلت على 57 فريم. فهنا نلاحظ بانه يعني نقوم بتخصيص عدد الفريمات الذي هو يتناسب مع حجم العمليه الواحده. طبعا الطريقه الثانيه اللي هي البرايورتي الوكيشن اللي هو تخصيص الاعتماد على الاولويه الخاصه لكل عمليه. هنا طبعا راح نستخدم نفس طريقه البروبورشنال الوكيشن سكيم، طريقه التخصيص النسبي، ولكنه بدل ما نستخدم حجم العمليه راح نستخدم اولويه العمليه. يعني هنا بدل ما نقوم بتقسيم نستخدم حجم العمليه ونقسمه على الحجم الكلي، هنا راح نقوم بتقسيم اولويه العمليه على الاولويه الكليه او الحجم الكلي. فهنا نفس الطريقه السابقه ولكنه نستخدم الاولويه، بحيث انه اذا كانت عندنا البروسيس بي اي جنريتس ا بيج فولت، يعني العمليه بي اي اذا ولدت لنا فد بيج فولت، فهنا اما نختار انه ريبليس وان اوف اتس فريمز او سيلكت فور ريبليسمنت ا فريم فروم انذر بروسيس وذ لور برايورتي نمبر. هنا راح تكون عندنا تو اوبشنز يعني خيارين، اما انه نقوم باستبدال واحد من الفريمز الخاصه بالبروسيس نفسها، او نقوم باستبدال واحد من الفريمز الخاصه بالبروسيسز ولكنه يجب ان تكون هذه البروسيس ذات اولويه اقل. فبالتالي هنا نلاحظ بانه دائما الاولويه الاعلى العمليات ذات الاولويه الاعلى او الاسبقيه الاعلى راح تكون لها حصه الاسد في يعني الفريمز او البيجز الموجوده في الذاكره. هنا ايضا اكو عندنا الجلوبال فيرسس لوكال الوكيشن، تخصيص العالمي او المحلي. الجلوبال ريبليسمنت هنا استبدال الصفحات بشكل عالمي، بحيث انه العمليه ستختار الفريم الذي تقوم باستبداله من مجموع كل الفريمات، وبالتالي طبعا one فريم one process can take a frame from other، يعني العمليه الواحده ممكن ان تاخذ فريم من العمليات الاخرى وتقوم باستبداله. يعني
But then the process execution time can vary greatly. لأنه هذا الشيء راح يؤثر على زمن التنفيذ الكلي للعملية الواحدة، لأنه ممكن العملية ذات الأولوية الأعلى راح تستبدل كل الصفحات الخاصة بالعمليات الأخرى، فبالتالي هي راح تخلص يعني تكمل تنفيذها بشكل أسرع من البقية، في حين العمليات الأخرى راح تكون يعني في حالة انتظار ويتأخر تنفيذها. هذا الشيء طبعا راح يؤثر على زمن التنفيذ الكلي للعمليات، ولكنه في نفس الوقت greater throughput so more common، لأنه بالنتيجة النهائية هذا راح يكون عدد العمليات المنفذة في الثانية الواحدة راح يكون أكبر بكثير، فبالتالي هذا هو النوع الأكثر استخداما في نظم التشغيل. الطريقة الثانية التي هي قد تبدو أكثر يعني عدالة أنه local replacement، بأنه كل عملية إذا احتاجت أنه تقوم بعملية page replacement فإنها ستختار فقط واحد من الفريمات المخصصة لها. يعني بالأساس احنا من ذكرنا هنا بأنه أكو عندنا اللي هو allocation of frames، ذكرنا بأنه كل عملية سيكون هناك frames مخصصة لها. فهنا يقول بأنه ممكن العملية تقوم عندما تحتاج الـ page replacement، أما أنه تقوم باختيار frame تقوم باستبداله من أي واحدة من الفريمات الموجودة في النظام، وبالتالي قد يكون أيضا من العمليات الأخرى اللي هي أقل أولوية، أو هنا يقوم فقط باستبدال الفريمز اللي هي من العملية الواحدة نفسها. يعني إذا كانت هذه البروسيس لديها 5 frames مخصصة لها وأرادت استبدال واحدة من الفريمات، لأنه هن 5 كانت موجودة ولكنها احتاجت فريم سادس لكي تجلبه من الذاكرة الرئيسية الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية، فهنا هي فقط تستطيع التصرف بالفريمات المخصصة لها، فهي ستخبر نظام التشغيل بأنه يستبدل الفريم رقم 4 أو 5 أو 3 اعتمادا على عدد الفريمات. طبعا هنا راح يكون قد مور كونسيستنت بير بروسيس بيرفورمانس، هنا الأداء للعملية الواحدة راح يكون متناسق يعني يمكن توقعه، إلا أنه possibly underutilized memory. بعض الأحيان هذا الشيء راح يسبب استهلاك الذاكرة بشكل سيء، لأنه بعض العمليات ستكون هي نشيطة جدا بحيث أنه تكون بها عملية البيج ريبليسمنت سريعة جدا، فراح تسبب لنا مشاكل معينة مثل ما راح نشوف بعد قليل. هنا أيضا عندنا ما يسمى بالنون يونيفورم ميموري أكسس. النون يونيفورم ميموري أكسس اللي هو الوصول إلى الذاكرة الغير منتظم. حتى الآن كل اللي تحدثنا عنه هو كان يعني الوصول إلى الذاكرة بشكل متساوي، يعني زمن الوصول إلى الذاكرة هو متساوي مهما كانت يعني حجم الذاكرة ونوع الذاكرة، طبعا اختلافا مع اختلاف يعني أنواع الذاكرة وعلاقة المعالج معها، إلا أنه الكثير من الأنظمة تحتوي على ما يسمى بالنون يونيفورم ميموري أكسس اللي هو الوصول إلى الذاكرة الغير منتظم، بحيث أنه سرعة الوصول إلى الذاكرة تتغير من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر. هنا نفترض أنه لدينا فد سيستم بورد يعني أو المذر بورد اللي هو اللوحة الرئيسية للنظام تحتوي على المعالج والذاكرة interconnected via a system bus أو over a system bus، طبعا هذه راح تكون متصلة مع بعضها البعض عن طريق نواقل النظام. The optimal performance comes from allocating memory close to the CPU، يعني الأداء المثالي يأتي إلى النظام من خلال تخصيص الذاكرة كلما كانت أقرب إلى المعالج. يعني احنا نعرف مثل ما شرحنا سابقا انه اقرب شيء الى المعالج هو الريجسترز المسجلات الموجوده في داخل المعالج، بعد ذلك راح تجينا الكاش ميموري، ثم المين ميموري اللي هي الراندوم اكسس ميموري، ثم بعد ذلك يجينا الباكينج ستور اللي هو الهارد ديسك وغيرها. طبعا هنا يعني يقول الاداء المثالي لاي نظام او لاي عمليه يكون عندما نقوم بتخصيص الذاكره الاقرب الى المعالج، لانه دائما تكون هي الاصغر والاسرع. And modifying the scheduler to schedule the thread on the same system board where possible. هنا طبعا يجب أن نقوم بتعديل المجدول، مجدول العمليات لكي يقوم بجدولة الثريد اللي هو عملية أو جزء من عملية on the same system board. يعني نفضل أنه دائما نقوم بجلب البيانات من نفس السيستم بورد، من نفس المذر بورد، بدل أنه نقوم بجلبها من الذواكر الأخرى اللي هي قد تكون بعيدة. هذا الشيء محلول من قبل السولاريز عن طريق إنشاء ما يسمى بالآي جروبس. نظام سولاريس قام بحل هذه المشكلة باستخدام ما يسمى بالآي جروبس، بحيث أنه ستراكتشر تو تراك ذا سي بي يو ميموري لو ليتنسي جروبس، يقوم بهيكلة يعني الذاكرة بحيث أنه يقوم بتتبع اللو ليتنسي جروبس اللي هي مجاميع الذاكرات أو الذواكر الواطئة التأخير سواء كانت في المعالج أو في الذاكرة الأخرى. يوزد باي ذا سكيدجولر أند بيجر، هذا التتبع يعني طبعا هذا التراكنج راح يتم استخدامه من قبل السكيدجولر والبيجر اللي هو يعني مستبدل الصفحات وهو مجدول الصفحات. One possible schedule or threads of a process and allocate all memory of for that process within the I group. طبعا اذا كان هذا الشيء ممكنا سيتم جدولة كل العمليات وكل يعني اجزاء العمليات وتخصيص الذاكرة لها من نفس المكان من ضمن هذا الاي جروب اللي هو low latency group، يعني المجاميع الذواكر قليلة التأخير. المشكلة الأخرى اللي تواجهنا أثناء عملية البيج ريبليسمنت هو ما يسمى بالثراشنج. الثراشنج اللي هو يعني عملية الاستبدال المتكرر بدون وصول إلى نتيجة.
إذا كانت لدينا عملية معينة does not have enough pages، لا تمتلك عدد كافي من الصفحات، فإن ال page fault rate is very high. عملية ال page fault اللي هو استدعاء صفحة غير موجودة في الذاكرة الرئيسية، معدل هذا الشيء راح يكون عالي جدا، بحيث أنه راح يكون عندنا ال page fault متكرر بشكل كبير جدا. ال page fault to get a page، دائما راح يكون عندنا عملية page fault للذهاب لجلب page معينة. replace the existing frame but quickly need the replaced frame back، يعني نقوم بطلب صفحة معينة ونلاحظ بأنه الذاكرة مملوءة، فنقوم بعملية استبدال الصفحات، نقوم بتفريغ فريم معين نقله إلى الذاكرة الرئيس الثانوية وجلب البيج المطلوب، ولكنه مجرد أنه نقوم بجلب البيج المطلوب ونعمل عليها نلاحظ بعد قليل مباشرة احتجنا الفريم أو البيج الذي قمنا بإخراجه قبل قليل، فراح تكون عندنا عملية الاستبدال البيج فولت مستمرة دائما. هذا راح يؤدي إلى low CPU utilization، يعني استغلال المعالج سيكون واطعا جدا. نظام التشغيل سيعتقد بأنه يحتاج إلى زيادة درجة المالتي بروغرامينج، اللي هو يعني يحتاج إلى زيادة عدد العمليات المنفذة في الثانية الواحدة، فبالتالي راح يقوم بإضافة عمليات أيضا إلى النظام، والذي هو أيضا سيزيد يعني من سوء الحالة. يعني إذا كانت لدينا 5 عمليات تقوم بمشاركة النظام وحصلت عندنا حالة الثراشينج، فالنظام سيعتقد بأنه هناك مشكلة لأنه الـ CPU utilization قليل جدا، هناك تأخير، فيقوم بإضافة عملية أخرى سادسة إذن لتتشارك نفس الموارد اللي هي أصلاً موجودة، فبالتالي هذا راح تزيد الحالة سوءاً. فأنذر بروسيس آدت تو ذا سيستم، طبعاً راح تكون المشاكل أكبر. فالثراشنج باختصار هي أنه العملية تكون دائماً مشغولة في مجرد استبدال الصفحات in and out، مجرد أنه تقوم بإرسال الصفحة ثم طلبها مرة أخرى واستبدالها وطلبها مرة أخرى بشكل مستمر، فراح تكون العملية تقضي أغلب وقتها في عملية السوابينج اللي هو استبدال الصفحات، بدل أن يعني تقوم بالمعالجة البروسيسنج الحقيقية. هنا نلاحظ بأنه مع زيادة المالتي بروغرامينج، مع زيادة عدد العمليات في الذاكرة في الوقت الواحد، راح طبعا الـ CPU utilization راح توصل إلى يعني معدل استهلاك المعالج راح يزيد طبعا مع درجة المالتي بروغرامينج وصولا إلى حد معين إلى الماكسيمم. بعد ذلك راح يصير عندنا حالة الثراشينج، بحيث أنه كل ما زيد عدد العمليات راح استهلاك المعالج يقل، لأنه راح يكون المعالج هنا فقط مشغولا بالسوابينج، عملية استبدال الصفحات. هذه هي حالة الثراشينج. فإذا كان لدينا يعني مثلا سؤال لتعريف حالة الثراشينج، ممكن أنه تعريفها بالطريقة اللي ذكرناها قبل قليل مع أعطاء الأمثلة، وهذا الرسم يوضحها بشكل حقيقي، يعني بأنه احنا كل ما زيد عدد العمليات الموجودة في الذاكرة والتي يعمل عليها المعالج في الوقت الواحد، كل ما زيد عندنا استغلال المعالج اللي هو الـ CPU utilization وصولا إلى لحظة معينة. بعد ذلك كل ما زيد العمليات، لأن يعني العمليات بعد قاعد تزيد عددهن، ولكنه استهلاك المعالج أو استغلال المعالج راح يكون أقل، لأنه راح يكون النظام في حالة thrashing وفي حالة استبدال مستمر. الـ demand pages and thrashing، هنا مثل ما ذكرنا احنا شرحنا سابقا الـ demand paging اللي هو طلب الصفحات فقط عند الحاجة لها، هذا الشيء أيضا ممكن يسبب لنا thrashing. Why does demand paging works? Because the locality model. إحنا دائما ليش ذكرنا إنه demand paging كيف يعمل وكيف ما هي الأمور التي يستفيد منها؟ هو يستفيد من حالة locality model. Locality model هو حالة تحصل في الذاكرة، إنه عادة العمليات يتم خزنها في الذاكرة في أماكن consecutive اللي هي متسلسلة أو متتالية. The process migrates from one locality to another. وعادة أثناء التنفيذ العملية مثلا إذا كانت موجودة في الموقع X، ثم قمنا بجلبها إلى المعالج وقام بالتعديل عليها ويعني عمل processing، بعد ذلك عندما نقوم بإرجاعها إلى الهارد ديسك ممكن أن يكون موقع X تم أخذه already فيتم وضعها في الموقع Y. فهنا locality اللي هو الموقع الجغرافي الخاص بهذه العملية وكل البيجز الخاصة بها ستتغير من الموقع X إلى الموقع Y. فهنا نقول بأنه العملية قد تهاجر من موقع معين إلى آخر. localities may overlap، طبعا هذه المواقع الجغرافية للعمليات قد تتداخل فيما بينها، بحيث أنه قد يكون جزء من الأكس بعد موجود مخصص العملية الأولى وجزء من نفس هذا المكان مخصص العملية الثانية، فهنا راح يكون عندنا تداخل ما بين المواقع الخاصة بالعمليات في الذاكرة، فهنا هذا راح يسبب لنا الثراشينج. Why does thrashing occurs؟ كيف يحصل الثراشينج إذا كان مجموع حجم اللوكاليتي هو أكبر من المجموع الكلي للذاكرة؟ اللوكاليتيز الموجودة هنا، المواقع الجغرافية الموجودة في الهارد ديسك، إذا كان حجمها أكبر بكثير من حجم الرام اللي هو Random Access Memory أو الذاكرة الرئيسية، هذا راح يسبب لنا thrashing. Limit effects by using local or priority page replacement، طبعا هنا ممكن تقليل تأثيرات هذا thrashing من خلال استخدام local page replacement أو priority page replacement اللي تحدثنا عنها قبل قليل.
هنا نلاحظ بأنه يعني هذه هي المواقع في الذاكرة Locality and Memory Reference Pattern. نلاحظ بأنه دائما إذا كانت العملية مخزونة في هذا المكان مثلا، فالمعالج عندما يقوم بطلب الجزء الأول من اللي هو البيج رقم واحد مثلا، بعد ذلك سيطلب البيج رقم 2 3 4، ممكن يكون مثلا هذه البيانات تابعة لعملية أخرى وهذه البيانات تابعة للعملية الأولى. هنا راح يكون عندنا تداخل ما بين اللوكاليتي، هذا راح يسبب لنا الثراشنج، بحيث انه راح تكون الحجم المخصص لهذه العمليه في الذاكره الرئيسيه غير كافي لاستيعاب كل هذه البيانات، فهنا راح يصير عندنا عمليه السوابينج ان اند اوت بشكل متكرر. الوركينج سيت موديل هذا ان شاء الله راح يكون الدرس القادم ان شاء الله راح اتحدث عنه، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.